السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة من الطعام فأدخل يده فيها فنالت بللا، فقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره. أبو هريرة رضي الله عنه حكوري النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام إنه سوق صومري أو صومري أود راشنا وسوق دحدي سيالة وطولا قعنتو قال يا رسولك عليه الصلاة والسلام وحنيو موقتا إنو درين كقاتي راشن كاس قعنتي رسولك قيام بيقادي رسولك عليه الصلاة والسلام وحولها اللي ننكي راشن كيبين آيي وحكود ومحي وحاني ننك راشن كاله رسولك إلهي وروبا كداي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكود مياد دوش سو مريسيد راشن كقويي دادكو هايسك أركاره انت أدب رسولك عليه الصلاة والسلام وحشاقي قاعدة قود وكصاب سن قشكة ومعنيه سوياهي شيء حمانتي سددك إن لو قريو طلد وفي عنا لغا سين داعد نقفكو أنو نقون دادك مسلمين تا قاعدة سوحي تلمامسا قشكو إنو ياهي دم بوين دم بيادة كبائر تلا إرادو ورسولك عليه الصلاة والسلام وحيدو قفك مسلمين تا قشا أنك أنك مدماها قشكو إنو عبادين يا عباد الله أعظم وأشد أنواع الغش الغش في الدين نوعية قشك كوين أدرا وقشك الدين تقلع قشك أصوأي سميان ضدك علماء يكو الدين تقون له ويكسو بحوايان بلنك إله سبحانه وتعالى وكقاضي كاسو ضدك إن يوعديان شيء إله شرعي سي الدين تسخلاف صن. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وبلن إلهي سبحانه وتعالى وكقاضي عد كسته وعلم إلهي سبحانه وتعالى أسي خيرك وقرر يدد كينان وكقرين وعد يوت المامه شيء الشركي سوقي هين أدد كينو قدقه وان وقرين وحيسوق ليس أمر لبات نستيحدي يدا عدني مدي رسولك عليه الصلاة والسلام وتمامي إن الدين تبيض الطهاي وها مسلم كوري صحيح إيسا إنه نبي عليه الصلاة والسلام يريد الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم دين تقبي قيدوبا وضاع عدني مو وأونا كتلين وحي نصحي وتهي وناكتلين الله سبحانه وتعالى رسول كيسة كتاب كيسة مسلمين تقودهان ضدك مسلمين تهي مدحة وطلية من النصح للمسلمين بيان ما يضر دينهم ويفسد آخرتهم ضاعد لماذا مسلمين تضاع الله ونقضى وناك قودنا لقتلية وحا أسر رأي ونمهم سن ونقيم أبدا ونواتب سن إن الله عدّي الدين تود واحد دين تود فسهادين أي آخر وضع لباته وسوشيدة يددك مسلمين تالو قدقو ددك مسلمين تا تهلق إن لغا صارين لغد دالو والله برا علمك إلهي سبحانه وتعالى وسوشي بني محمد ددك مسلمين تا سعد وفافاسا إن لغا قدقو دنبقى أوين قف بني آدم أقلو وشركي قاه قضب قضب إيا مدمد مدية الدليل كين لو شاقة ضدك مسلمين تعال سايد سقايل عليان
وانا سيدا الهي كتاب كيسا كنت على نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة دي سواي هاي تدك مسلمين تاين لو قد دي قو بدعادة وقفك انو الهي كعابد يوغو دواني وحان دينتا الهي كميدا هاي تاسيو نحر كيدو نقونا يو تعب خسار قفك مسلم كايو تعب خساره وهلكو إسلاها خير شقيسو إلهي سبحانه وتعالى وكفو قادو وحيو كد علينا لقو عليو لقا قبلي ويسل رسولك عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفك سمي عملا شريعة دين دين توافق سنين ولقو عليو لقا قبلي مايو عمل كالفتي سنة لقا أترسين مايو وهي إلهي سبحانه وتعالى دين تلبا صلبه يالي أسأل كوبادو إلهي وقرين لعابدو يا أسأل كالبادو إلهي إن لغو عابدو إنت وچيدي إكو حسن كتابك قرآن كا يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قفك إلهي سبحانه وتعالى علمي وبرأي يا أركي يددك مسلمين تايو جهلي كسوغن وجهلي قاسيانو قرمان هين علمي إلهي وبرأينا نشيق هين قفك إلهي علمي برأيار كيادات كي مسلمين تايو شركي دحيو دكت شيرو ومن ربا شركي غان سو هذا القادة هين هدو سو هذا القادة نسي قودون ودو المرأي قفك إلهي علمي برأيار كي يبدعوين يوحان دين تكميدا هين يادات كي مسلمين تايو كد عليان يكو تعب خساريان يانو قدقا هين قفك سي وحن نقونا يا غاش للمسلمين مدات كي مسلمين تاغي شي وواجب كي عدين تايو كسارا أنو عدين هدوين تاسي كدر صدينو لقو ايو وشركيقي ودينو قرديقو بدعدين حق وغو صويرو جهلقي اي كسونا اينا علمي وغو شاقو وحنو قونا يا مددك مسلمين تا لومنتو دا ستو صوي قيب قاتي وحانو نقونا يا كهرمي دنبقي سو كوي يهي وكدران وحويس كدر صدي الغش والإضلال إنو مسلمين تحق وعدين وآيي إيا إنو اللوميو وضادي حق مدانهين حق وقتن مامي دريقة نوع أسواحي خلاف سنتي دريقة دي وضادي ناي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي كتاب كانو قسو الدتيي إنو ضادك حق وعدينيو بعد الكنين وقدقو ألو الحق كوائيهين إنو ضادك وطل مامو سياي ضادك وقد ديدان وددو داي ومران أهل الباطل كوائيهين نين وشاقه سيساق إلى عليان يوغدك تولادان إلهي سبحانه وتعالى مركو سودة شيئي آيات دكو ترتبه لوغا سورة على عمران إكو الرميسة دادكو إلهي كتاب كيسا إني لباوغو قيب سمين كو محكم كقبصنا هيا ووحي كشك قلانا قرآن كي آيات كمدانا آيات كعد عد سدا اتمامين وفصير يو علينية يكو متشابه الراعية وبعد الكودة ودليل شنية آيات القرآن ظاهر كودة ومحكم كي آياته مسألة كعد دانا خلاف يبا المرأية وإلهي سبحانه وتعالى ودليل كو متشابه الراعية ودي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نبي محمد عليه الصلاة والسلام حييري سبخاري وكوري صحيح عن عائشة رضي الله عنها مركض ركتان كوة متشابهة الراعية متشابهة وحلوغة جيدا آيادها قرآن كا سيخال دندتك غار كود ايو الدليل شنكران وبعد الكود دليل ظاهرا ايو قرده كران محكم كان وحلوغة جيدا آيادها كوعد مسألة سيئي كالليان امي قول هو الله واحد ومحكم في وحدانية الله وحي كعد إلى إن واحد يعني في ذاته في أسمائه وصفاته في الربيته وولوهيته وفي أفعاله وأحكامه إلهي مدقرينه يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومتشابه ونصارى ذوك الواقوة مسلمين تكوي راهضة كتاب كينا وحا كتشرا آيادات المامة يا إلهي بدنين اتشران ونحن إيو إنا إيو أي إلهي سبحانه وتعالى استعمال إسقو إسكهد لايه قفك مسلم كا موقف كلقد بوني وآيات كعد إلهي وحدان يديس سيدا يتصير إيسا آيات دا نينو وفصيره ويرادا نحن إيا إنا إيا جمع لوغ متشيدو ومن باب التعظيم قفك قورا مكا قورا إسوينين إيا نحن وورنكرا لقاهان إنا نوورنكرا نزلنا نوورنكرا
marka aayadani tusirmaysa ilaahay badan inay jiraan waxaana waajib in loo fasiro aayadaha muhkamka ilaahay kalinimadiisa tilmaamaya sida ay sheegayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markaad aragtaan kuwa raacaya mutashaabih ahlul bidac oo dhammina mutashaabih bay raacaan ee muxkamka iyo aayadaha iyo axaadiista masalada ku cad garab maraya ka tegaya kuwa ilaahay aayaddaa ku magacaabay oo ku sheegay weeye iska ilaaliyey buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qishka waxaa ka mid ah qofka dadka jahliga ugu yeedhaya isagoon diintii garanayn diinta ka hadlaaya ee dadka aan diinta aqoon u lahayn inaa isleeyihin aqoon buu diinta u leeyahay in dadka la lugooyo loogu sheego inuu caalim yahay amaba se laga aamuso iyagoo dadkii ku lugoosan yihiin oo jahligiis dadka uu ku luminayo qishka culimmadu ku dhacaan waxaa ka mid ah qofka dadka bidcada ugu baaqaya shay bidcaad diin uga dhigaya ama kaba sii darana shirkiga u qurxinaya in laga aamuso iyadoo shacbiyad la ilaashanayo ama mansib la dhowrayo ama maal iyo manfaca dunya qofku uu doonayo amaba se uu iska diidaya khilaafka se dadka qaarkood ay yidhaahdaan kullu haada waa min alghish waxaanu soo gelayaa qowlka wuri nabigeenu calayhi salaatu wasalaam man ghashanaa falaysa minaa ilaahay baynu ka magangelaynaa an nakuuna min alghashaashiin aquulu qawli haada wastakfiru llaha lii walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أفكستو مسلم وحواتب كوا حق وقران يئن وعديو وعدنا بآن وقهي بديسا لباتد كسو قاري سنة إنو كصبرو شكي كمتشرو حق إنسيدي صلو شاقا إنان يهين أرين فضد وأرين قلا خلاف سن hawada nafta iyo sida ay doonayso waa arrin qofka dad fara badani oo raaci laha ay kaga jabayaan kuwa fara badan oo ammaani lahaana ay ku dhaleecaynayaan kuwa soo dhoweyn lahaana ay ku fogaynayaan oo ay ku goynayaan waa arrin sabir u baahan waxaanay ka mid tahay xukumka ilaahay ee ilaahay uu amray nebi maxamed inuu ku sabro fasbir lixukmi rabbik xukumka rabbiga u sabir qof kastoo muslimina waxaa la gudboon xaqa inuu siduu yahay u sheego haba qadhaadhaado oo isaga dhibaatabaha ka soo gaadhayso dhibaato uu qaadi karo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dardaarmay saxaabada qaarkood waana dardaaran ummaddoo dhan ku socda xaqa inay sheegaan haba qadhaadhaadabe quli ilxaqa walow kaana murra wa taladiiyo dardaarankii rasuulku uu siiyey abuu dar sida imaamu axmed raximahullahu tacaala uu ku wariyey musnadkiisa mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi la yamnacanna axadakum haybatu nnaas an yaquula alxaqa aw yacmala bihi idaa calimahu midkiiniyaan ka haybadaysiga dadka uu ka haybadaysanayo inay madax yihiin inay maalqabeen yihiin inay ka waaweyn yihiin awgeed inay yihiin kuwa ay dana kaga xidhan yihiin inay ka badan yihiin oo isagu ka tiro yar yahay yaanay u diidin xaqa inuu yidhaahdo oo sida uu yahay u sheego isla markaa isaguna uu ku camal falo alxaq waa xaqu an yutabac xaqa ayaa u mudan in la yidhaahdo la sheego isagaa u mudan in la raaco isagaa u mudan in la difaaco waxa allaale wixii xaqa khilaafaana waa baatil famaada bacda alxaqi ila adalaal iyo lumitaan laga lumay waddada saxda ah manhajkii waddada noocaasi ahay waa tii uu ku socday nebigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana baciidan can ilmudaahana waxaa loo yaqaana mudaahanada oo maanta dadka dhexdooda aada uga jirta culimo iyo caamaba aada buu uga fogaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qofkii oo baadil ku hadlaaya baadil sheegaya baadil ku dhaqmaaya in laga aamuso oo laga haybadaysto oo xaqa aan loo sheegin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaqii ilaahay u soo dhiibay siduu ahaa ayuu dadka ugu sheegay ilaahay baa ku yidhi ya ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik waajibkaana uu ka soo baxay maalmihii noloshiisa u dambeeyey u khudbadayay saxaabadiisa alaa hal ballaqtu buu yidhi war fariintii ilaahay ii soo dhiibay siday ahayd maydiin gaadhsiiyey faqaaluu nacam boqol kun saxaabo ka badan oo halkaa joogay nebi maxamed waxay markhaati uga noqdeen
حق إلهي وسو ديبي سيدو أها إنو مدى وسو قرسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبا تبضن بوارين تنو عاسية كلا كل مين هساة سيدي إلهي وأمره كصبري صبر كان عاقبة سي عربتي سوي ونكسرات نبي محمد عليه الصلاة والسلام شركي قاي ومدى وقد قاي مالنتي إلهي وحيودي إلا مالنتي وقيريودي وصفة فاسن وقشيقي داد بدن بي تاسي دي بيسي ودي بسناي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام كغور يمي وكو عاي وكو لدقا لماي وكو عنقبتين اي لكن حقا ايو دادك كدور بيدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مالين كستو من بركان وصافو لنبي محمد ودادك وخد بدايو هذا الكيس ويحو كبي لابي تيري ومد دينو وقد ديقا بدعدا بالمان تواقعين ايقا شركي قواد بوتيرا يا عبادة غير الله ميدو دادك تشاهلو قيو يا ميدي أسبابك لو قيام با عدك الله يسانا ما انت أدبا ويرتاي قفك كه الله ندد بضن با كل بصري وانا لقول يا بيا وانا تكينتي علماء يا ودا دب بضن يا دد دعوة دول اسم الشيغان يا الرنكاسي هركين يوقع دعان يقول راح هذا النفتو دا كدور بدي حق عدين تيس بدعادو السي مسلمين تدحو ما انت وقفا بصنتي وميدان قرصوني عبادي سيقال لقو عبادي سني الدين لقد ديقان ايو وحانو إلهي كتاب كيسا كحسن نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام آنو شيقين إلهينا سبحانه وتعالى آنو كعابدين عدة ما انت بدعك هادلي سانا آد بويريه بل وحلق يابا قفك كهادلا ما انت إن أرنت نوع عاسي اللقو لي يابو اللقو نبصده وحكم دها منهج كي يوددي رسولك عليه الصلاة والسلام صحابتنا اي كقد ديدين بعد الكوكورة إنا لشيقين أهل البعض الكلفتو دان الددك إن لو شيقو الله إراه دو إسكيلالية وطريقة القرآن وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ومن تبعه بإحسان من هذه الأمة أهل البعض الكين فرطلقوا في قددك لإراه دو إسكيلالية إلهي با سبحانه وتعالى كتاب كي سكوري وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ددك الدنبيل ياشا ددك شركي الدين كدغانيا بدعاده ددك وقرحنايا كو ددك مسلمين تا جهلغودا كل منايا وددودو اني ددك وعدات ساي سغا الىاليان او لو شيغا سدايدا ساي تلمانتي ادي لكلبا وواجب شرعي بيانك الهي واجب يربان كميتاي ان ارنت نو عاسيه لغا تغانا وا من الغش ما انتنا ادبو بدن تاي وحابة قاعدة إسكان نقطبا إلا إرادو خلاف كإنك إلاليا إلهي سبحانه وتعالى وحو كتاب كيسا كوري مركا ليس خلافه مو أوران خلاف كلاها مصنادة وميد ولم واحد من سنة إسكا من سنو كوة كلادو أركتين خلدين إنه وحيكو خلدين دادك هو الشيقين إلهي السلام أوران إلهي وحو رفين تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وحلال وحي لا اسكو خلاف لا اسكو قبطو وحواجب ميزانك كتابك اي سنها الا صارو وحي عمر خاتي فران ومد ان لو عديو كتابك يا سنده وحباد لمدي سايت المامانا ددك ان لو غديغو لو شيغو عيد ددك او باقيسنا ان لو غديغو وحي نوغ سونا الخوارج سيده صحيحه وحي هاين دد مسلمينا وحي دد صلاه بدن وقران اخرس بدن وعباده بدن حدنا وحارمها سي خير كاولا سعدي شر يا بادل فربضان وايو انتهي اني ددك مسلمين تا حق دركو غاليسين اي تانا اي كدلتي اني ديغود حلاشدان ومن التكفير الى القتل بو ارنكود غاليسين كدبنا دل يا لين يا برتين لا اصله نبي محمد عليه الصلاه والسلام و اورن خلاف كاين نغا الىاليو توده اسكا وتانه اسكا دايه خلاف دينيد لو ما باهنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وكدق قول داس انتان صوبب بحنب رسول خسي الشاقي ومدى حوض ينك هرصيت كوها مركي لاركي سيخرجوا من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ننك وحكا صوبح الدونة قوم صلاة دين وايدين ليرات مركت صلاة دو دقرب لكتان وقراتكم مع قراتهم قران اخرسكين وايدين ليرات كود مركت قرب لكتان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية
إسلام كواحد وجد حكود يانو حاجة كلا وجب حيان غلو يجود أوجد سيد اللابكو مرك اللجوء جنا وقعد يوشي اللي توجنا يو دين عاين تكجلو حاجة كلا وجب ح رسولك عليه الصلاة والسلام يحري يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم قرآن كأخرين يان عنه هذا مرها في القرآن بمعنى فقه وما الله قرآنك وقلوب تودو مي فهمنا فكم بكأخرين يان وكوي علي بن أبي طالب يا معاوية قد يدي خلاف كمرك أصارين حكمك دت قد يكن قضاء رين تاسي قوان كسو صاروا حكم كييرية وكوي يري علي بن أبي طالب وقال لأنه حكم الرجال في دين الله وأيه رقبوا حكم كي إلهي أدي بيبين أهدل إلهينا وحرين الحكم إلا لله أيداني فهمين إلهي حكم كي سياف لنيا يا ددك وشيقيا يا كو حكوميا دد مياني هين يقو سائل لبا شخصي أو قد يا رنتا الله صار لردتك كلا حكومة وطبعا معناه دو يا كتاب كلا يقو كلا حكومة أيه واركان إن دد حكم كي إلهي لسي تاساني كو قال يسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركي دنبانا سيدا تاريخ دا كو حسن أي كد لين وديقي سايكو حلاشدين نبي عليه الصلاة والسلام قولا دا سياد بو قدقا ودلعي كلاب أهل النار كلاب النار إنا يهيم بو تلمامي أيضا النار يقو هدنا مسلمين رسولك عليه الصلاة والسلام وحشقين لين شر قتل تحت أديم السماء عدل الدلو والسماء دا هو استيدا اللي قد لكو وشر بدن إنا يهيم عدة وحويان يقوى الدلانين تهاي عدة وخير كبضان يقوى إلهي الدراد ولدك على مير صحابة رسول كردوان الله عليهم يقولون موقف كاسة كيستاقن موقف كاسة متسلسلها ويستبس عدو يسكدب إيمانه وكتب تحديثك كقران وكتب العقيدة كحردن وددك مسلمين تهاي كوكالك قرنشيرين حق يباطلك عسر قانا ينو كتش الروح وحن نقضي عصر المداهنة هي حق السيدة ويا هاي إنا لو الشيقين تانا وحكا لشي مفاسد بضان وهي كم تايداتكو حق يا باطلك أهل الحق يا أهل الباطل إنا يكالك قروايا واتشبكو حوية بيامين تا إلهي بلان كيقاداتك علمي قاله وواتشب شرعي وصارنا سيدة اي تاين يوغا صوبحان يغو عدنا أن ظلمي هاين عدنا حقو دا أن دوتسي هاين يغو أن غلوي السماين هاين يطلحتك يقول أنك قابين هين واجب كسارا يقول مرنبا أنك قد بهين وصوشا أي دعوة الله هاي وعلمي هي حكمة أي أسلو يهين إلهي بين سبحانه وتعالى كبرينا إنو حق إنو وافتيو بادل كان إلهي بين سبحانه وتعالى كبرينا إنو حجابي الدين نقصاره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد.